قصف العدوان الروسي لم يهدأ خالد واستهدف عدة مناطق بالنسبة لحلب أو ريف حلب. ضعنا في صورة الأوضاع الإنسانية هناك وكيف هي حالة المدنيين. اليوم زرت بعض المناطق المدنية التي في مدينة حلب التي قصفها الطيران الروسي يوم البارحة والأيام الماضية. جميع هذه المناطق هي مدنية سكنية، لا وجود لأي نقاط عسكرية تستهدفها قوات النظام داخل مدينة حلب. الشهداء هم نساء وأطفال ورجال. يعني اليوم في حي السكري كان ارتقى 3 شهداء، كان بيوت تدمرت فوق رؤوس ساكنيها في حي السكري وكذلك في باب النيرب. يعني يؤكد لنا عناصر الدفاع المدني بأن الطائرات الروسية لا تفرق بين مدني وعسكري، بل تتقصد قصف المدنيين وقصف المناطق الحيوية في حلب. يعني منذ بداية حملتها أولا قصفت مشفى في بلدة قريب من بلدة الحاضر، وأيضا دمرت مجلس محافظة حلب الحرة، ومن ثم دمرت معمل للأدوية في ريف حلب الغربي، وأخيرا خلال اليومين الماضيين دمرت بشكل كامل معمل للنسيج. هذا المعمل يعني كان يحوي مئات المدنيين، كان يحوي مئات العمال الذين يعملون لكسب رزقهم وأطفالهم. يعني المعمل ليس هو نقطة عسكرية، معمل النسيج، وليس هو يعني وجود لأي سلطة عسكرية عليه، فقط هناك مئات العاملين المدنيين تم قصفه، وهناك جرحى وشهداء، وهناك احتراق في ممتلكات المدنيين. عن مدينة حلب تحديدا هناك دمار كبير في صفوف في بيوت المدنيين، وهناك شهداء في صفوف المدنيين. يعني لا يعني لا كلام صراحة يسعني عن وصف الحالة التي نشاهدها ونعاينها يوميا في مدينة حلب، والأطفال التي تتقطع أوصالهم والرؤوس التي تتقطع، ويعني الأناس هناك حالة مأساوية صعبة صراحة هاجر. نعم طبعا خالد، مررنا على كل جبهات حلب وبقي لنا أن نعرف صورة الوضع بالنسبة للريف الشرقي وخاصة المعارك الدائرة هناك بين تنظيم الدولة وقوات النظام. هاجر، لا صورة واضحة بالنسبة لنا عن المعارك ريف حلب الشرقي سوى ما يبثه تنظيم الدولة عبر وكالة أعماق أو ما يبثه الناشطون، لكن هناك لغط كبير من قبل الناشطين. نحن صراحة لا نثق بجميع المعلومات إلا عبر الفيديوهات والصور الواصلة إلينا. يعني هناك من الممكن أن تكون أخبار ربما يعني يقوم بها التنظيم أو قوات النظام لكسب السمعة هناك عن معارك بدأت أو معارك انتهت، لكن ما يعني الصحيح الذي نؤكده عبر الفيديوهات التي يتم توثيقها، لكن المعارك الآن تدور من قبل قوات النظام منذ وقت سابق وحتى هذه اللحظات نحو مطار كويرس العسكري. الآن المعارك بين قوات النظام والتنظيم تدور في محاور بلدة الشيخ أحمد. هناك من يؤكد بأن بلدة الشيخ أحمد سيطر عليها النظام، لكن هناك أيضا من يشكك في رواية هذا النظام. لكن يعني لأشرح طريقة طبيعة هذه المنطقة، لو سيطر النظام على قرية الشيخ أحمد لم يبقى له حتى وصول مطار كوير سوى 3 كيلومتر فقط، وأوتوستراد حلب دمشق الدولي بات على أعتابه. نعم. إن سيطر ليس حلب دمشق، حلب الرقة. إن سيطر النظام على أوتوستراد حلب الرقة هو قبل مطار كويرس ب1 كيلومتر يكون قد وصل فعليا إلى قلب هذه إلى قلب هذا المطار الذي يحاول منذ أيام. نعم. ويعني منذ أكثر من شهر في الحملة الأخيرة للوصول إلى مطار كويرس وفك الحصار عن عناصره الذين هم كانوا محاصرين من قبل تنظيم الدولة من قبل الثوار. استمر حصاره عامان، وأيضا تنظيم الدولة حاصره أكثر من 1.5 عام. الآن تحاول قوات النظام فك الحصار عنهم. أشكرك على كل هذه المعطيات خالد أبو المجد، مراسل أورينت نيوز، كنت معي مباشرة من حلب.